عودة لضيفنا العزيز اللي مشرفنا واللي منورنا، يعني الجنرال فكري صالح، شيخ مدربي حراس المرمى عبر تاريخ حراسة المرمى في مصر. احنا وقفنا في الكلام يا فندم عن الفترة الانتقالية وإعادة ترتيب الأوراق بعد اللي حصل في 1967. بعد إذنك طبعا من هنا بتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة القادمة، وإن شاء الله بالتوفيق يرجعوا إن شاء الله منصورين يا رب إن شاء الله. أنا كان في حزن طبعا الشعب المصري بالكامل، نفتكر طوابير في الجمعيات عشان برضو الناس اللي هي عشان تجيب فرخة أو لازم في الجمعية عشان تجيب فاكهة، مفيش كهرباء، مفيش تليفونات، أنا لازم أوري الناس الجو إيه العام كان عامل إزاي ده. يعني خلال الفترة من 67 لغاية يمكن 70 دي كانت في حزن وكآبة على الشعب المصري كله. بدأت المعنويات ترتفع بحرب اسمها استنزاف العدل، ودي كان ليا الشرف ان انا اشتغلت فيها فترة، لان انت عارف برضو القوات الخاصة بيبقى لها شغل الكمائن والكلام. انت محتل ارضك، عايز تحرر ارضك. بدأت الجامعات والطلبة سنة 70 و 71 و 72 يعملوا مظاهرات في الجامعة. صحيح. هنحارب امتى؟ 73 كان قرار الحرب، اتعملت خطة خداع غير طبيعية. طبعا قدرت تكسب، ولدرجة لا المخابرات الامريكية ولا مخابرات الموساد قدرت تعرف ان في حرب ولا لا. قبل ما نطلع الفاصل ده بس على السريع كده، عايز اعرف من حضرتك اول احساس حسيت بيه لما عرفت بقرار الحرب. لا بعد بقى الخلفيات اللي احنا بنتكلم عليها. لا هو كان قبليها بلحظة كان عندي معلش مباراة بلعب في الدوري كحارس مرمى الزمالك مع الطيران، وكان في 3 عسكريين في المباراة دي. انا وكابتن حمادة امام رحمة الله عليه وكابتن عفت رحمة الله عليه. خلصنا المباراة كسبنا 5-1 وطلعنا فوق لقينا العربيات جاية تاخدنا. يعني هو ما كانش ده عادي طبعا، المفروض طبعًا ان انت تاني يوم هيتصلوا بيك وهتروح يقول لك لا ده احنا لا. فانا جريت على الكابتن حماده، لان الكابتن حماده كان في الوقت ده في المجموعه 75 مخابرات. وعفت كان كل ايه يا كابتن؟ قال لي لا ده مشروع تعبان، وده اللي كان موجود على مستوى القيادات الصغيره كلها ان في مشروع تعبان. يعني ايه مشروع تعبان؟ مباراه وديه. ايوه يعني حرب. مشروع حرب يعني. طبعا بمجرد ما انا رحت لقيت وحدتي، لا ده في ريحه معركه، ده ما انا حضرت قبل كده طبعًا. يعني كذا مشروع انما دي ده وضع مختلف. فبدات المعنويات تبقى مرتفعه. مش عايز اقول لك اني لحظه، يعني المعركه بدات ازاي؟ الساعه 2 220 طياره على مستوى منخفض جدا عدت قناة السويس، ومجرد ما عدت كلمة الله أكبر بدون تلقين يا كابتن كريم. الله أكبر. الله أكبر، سواء ضابط أو العسكري. الله أكبر. دي كانت بتهز الدنيا. طبعا. لدرجة إن المفروض التعليمات كنا، لأن قناة السويس دي عبارة عن عمارة، تخيل عمارة 22 طبعا 22 دور أو 25 دور ورمل كلها، ومطلوب اقتحام، وقدامك قناه النبالم لو اتفتح تبقى كلها نار. صحيح. طب تعدي ازاي؟ فازاي تقدر توقف النبالم ده كمواسير؟ ازاي تقدر تخلص على المستودعات الاحتياطيه او المستودعات اللي هتيجي منها النبالم؟ الحاجات دي كلها كان في، عايز اقول عارف النوته الموسيقيه بين المشاة وبين المدفعية، كل الأسلحة. المفاجأة ان احنا كنا عاملين من الخداع القوات الخاصة كلها على القناة، اللي نزل المية واللي جايب قصب بيمص الكلام ده الساعة 1:30 رغم ان يعني قبل نص ساعة بس من عشان كل ده متراقب طبعًا. فده من ضمن خطة الخداع للكوب. يعني بمجرد بحضرتك وزملاء حضرتك بذلك الوقت، مجرد بس ما عرفتوا، مش عرفتوا، شميتوا ريحة ان في معركة على الابواب، الروح المعنوية ارتفعت، مش تردد، مش خوف. دي برضو نقطة تستحق التأمل.